هاي ترم الأشخاص بيعتبروا رقم 13 هو رقم نحس، وبسقفة التانية يعتبر هالرقم رقم حظ. يهوذا يلي خان المسيح يعتبر الشخص 13 يلي كان حاضر بالعشر الأخير. تقليدياً كان في 13 درجة بيوصلوا على حبل المشنقة. أبولو 13 كانت المهمة الوحيدة الفاشلة على القمر. وبعلم الأرقام رقم 12 هو رقم الكمال، ورقم 13 يعتبر محاولة للتفوق على الكمال، أكيد رح يكون عقابه الحظ السيء. الدولار الأمريكي بيضم 13 ارتفاع للهرم، 13 نجمة، 13 سهم، 13 زيح، 13 ورقة و 13 زيتونة. في نظرية بتعتبر أنه رقم 13 هو رقم نسائي لأنه المرأة عندها 13 دورة شهرية بالسنة. أما بإيطاليا فرقم 13 هو رقم بيجلب الحظ. مين قال أنه الخوف من رقم 13 اسمه تريسكاي ديكافوبيا؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.